الخير، معكم كابتن سمية. هكون معاكم النهاردة في برنامج يوم سعيد. هنتكلم عن موضوع يخص أغلب الستات، بيحصل في شهور الحمل الأخيرة، اللي هو الانفصال العضلي. سبب الانفصال العضلي في الغالب بيكون بسبب ضعف في عضلات البطن. عشان نحسن من شكل البطن وبروزها، بنقوي عضلات الكور. معانا النهاردة 3 تمارين هنعملهم مع بعض. هنبدأ بأول تمرين اللي هو البلانك سايد. هسند ركبي هنا واحاول اسند على دراعي كله، ما اسندش على كوعي بس. اثبت كده على قد ما اقدر، لازم يكون جسمي مشدود من هنا. اثبت على قد ما اقدر، مش محتاجه اعيده اكتر من 3 مرات لو انا لسه في الاول. هنعمل التمرين الثاني. اسند ظهري كويس على الارض وارفع الهيب. بطني المفروض تكون مشدودة ونفسي مظبوط. هعيده برضو 3 مرات لو أنا لسه في الأول. آخر تمرين هنعمله، هفرد ظهري في الأرض وأرفع رجلي وأسيب رجل على الأرض وأبدل. أهم حاجة تكون بطني مشدودة في أي تمرين بعمله وأظبط نفسي. كده نكون خلصنا النهاردة، وتابعونا في فقرات تانية برنامج يوم سعيد.